الحيل. في مشهد الحقيقة كمان يا جماعة مش عاوزين نهين المصريين، حتى لو في بعض الأخطاء وبعض السلوكيات التي لا تتمشى ولا تتناسب مع طبيعة المكان، صحيح لازم نقول للناس إنه هذه السلوكيات ممكن تجيب نتيجة عكسية. وتعالوا يا جماعة نتكلم مع الناس. إنما انتشرت في الأيام القليلة الماضية صور بتهين المصريين اللي بيعملوا سياحة داخلية الآن بعد أن انهارت السياحة بسبب عوامل تحدثت عنها، سواء في الغردقة في شرم الشيخ، فبيروحوا انتوا عارفين الفنادق عايزة انه من يشغلها، فبدأت تعتمد على السياحة الداخلية، فيبتدي البعض يقولك المصريون بوظوا الغردقة وشرم الشيخ. يعني المصريون بنوا كل شيء، سلوكيات عند البعض نعم، لكن مش عايز أعمم هذه السلوكيات. طب ما يجي الناس كده تكون عندها حرص انها تقول والله لما نشكل مجموعات نتكلم مع الناس انه طبيعة المكان، انت في مكان يمكن انك تتصرف بشكل، لكن مكان تاني يجبرك على انك لازم تتصرف بشكل مختلف. وزي ما عملنا مع القاطين العشوائيات اللي تم نقلهم الى حي الاسمرات، قلنا انه طبيعة المكان نفسه انا واثق انها هتجبر الناس على تغيير نمط سلوكهم، وجبناهم هنا وتحاورنا معاهم بلا اي خجل، لان المجتمع هو اللي مسؤول عن انه كان يعيشهم في هذه البيئة اللي فيها مجاري وفيها قاذورات وفيها حالة صحية متدنية ومنهارة، وبعد كده حاسب الناس. ما المجتمع مسؤول يعني، لكن لما ينتقل زي انت نفسك، ما انت ممكن تجد واحد من طبقة غنية وراكب سيارة فارهة، لكن نزلوه من البيت بكيس زبالة قالوا له ارميه وانت ماشي في الطريق، ونشاهد ذلك كثيرا. فيعني المسألة مش مرتبطة بمحدود الدخل او متوسط الدخل، لا، السلوك يمكن ان يكون منحطا ايضا عند اصحاب الطبقة الغنية. يعني السلوك ملوش علاقة بالفقر والغنى، وبالتالي بلاش نهين الناس. واللي هنشوفه دلوقتي ليس دعوة لإهانة بعض المصريين، لكن هو بمثابة دعوة إلى إنك كمان طبيعة المكان تفرض عليك مجموعة من القواعد المتعلقة بسلوكيات ربما لم تعتدها، لكن لازم تعملها على اعتبار إنه ده في سياحة قليلة جدا أجنبية. وكمان الصورة اللي بيتم تداولها، بعض الصور كمان اللي بيتم تداولها قبل ما نشوف التقرير ده مختلقة ومتعلقة بأماكن تانية، فيجيبوا لك صور واحدة ماشية بشنطة في المية، ويجيبوا لك صور حبل غسيل مش عارف فين، واتضح انه بعض هذه الصور قديم، لكن في صور حقيقية وفي سلوكيات لا تتمشى مع طبيعة المكان. دعونا نتعامل مع الناس دون إهانتهم ودون إشعارهم بأنه أصل السلوكيات دي مرتبطة بدخلهم أو أنهم متوسط الدخل أو محدود الدخل أو فقراء يعني. لا، نجد أيضا بعض السلوكيات المستفزة والقبيحة من طبقات ثرية أيضا. تعالوا نقول للناس بهدوء، حاولوا تغيروا من أنفسكم. وحتى البعض هنا يمكن أنه يعني يقول طب لما بعض الجمعيات بقى يعني أو بعض المعنيين بالسياحة، تعالوا ننصح الناس بهدوء دون إهانتهم. مدينة الغردقة وشرم الشيخ الملقبة بريفيريا البحر الأحمر تحولتا بسبب السلوكيات التي تتنافى مع المظهر السياحي اللائق، فأصبح من المعتاد مشاهدة بعض السلوكيات غير اللائقة
من بعض زوار المدينتين بشكل لا يرتبط بالمستوى الاجتماعي وإنما بمستوى السلوك والأخلاقيات. في بعض السلوكيات السيئة اللي هي محتاجة لبعض المرشدين إن هم يعني يدوا شوية تعليمات أو تنبيهات على بعض النزلاء. بس في قلة بتسيء، بس هي مع الوقت بتتعلم. إنما السائح الأجنبي خلي بالك بيجي مع شركة السياحة بتعلمهم وتعرفه وبتقعد معاه كل 3 أيام، فهو يعني مش عايزين نقارن بيننا وبينهم. السائح الأجنبي منظم، بيعرف ياخد على كمية، بيعرف ياخد كلية، بيعرف يشرب ايه، لكن بالنسبة للسائح المصري لا، يختلف خالص نهائي، مش منظم نهائي. وطبعا انت خارج بتشوف تلاقي كمية دبرات عالية جدا بتهدر معانا كفود اند بفرج، فدي واخدها مصيبة من زمان احنا كشغل يعني. ومن أسوأ هذه السلوكيات التي أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي توجه المصطفين إلى الشواطئ أو حمامات السباحة بالملابس الداخلية غير ملتزمين بارتداء ملابس البحر أو المايوهات، مما يعطي صورة غير حضارية بالمرة تنفر السائحين عن القدوم إلى مصر مرة أخرى. أنا ببص إن هي حضارة وثقافة، والجست دوت مش متعود على الأماكن ديت، فلازم يكون في توعية أكتر من كده، وهم بيعملوا كده غصب عنهم لان ما عندهمش توعيه وما عندهمش ثقافه السياحه اللي هي الفايف ستار. احنا عايزين نرقى بالمستوى، يبقى افضل من كده. يعني في زبون بيجي الاتيتيود بتاعه جميل خالص، وفي واحد تاني بيتعبنا، فاحنا عايزين معامله يبقى شكلنا حلو قدام الناس. السياحه المصريه بتاثر على السياحه الخارجيه، شكلنا قدام العالم مش كويس، لان طبعا الزبون المصري بيستهلك اكتر من الكميه اللي هي المفروضه ليه. يعني انا عندي الزبون المصري بياخد 4 أضعاف الزبون الاجنبي. المفروض نبقى عندنا ثقافه الاكل نفسه من واحنا صغيرين، ازاي نتعلم ازاي ناخد من كل نوع من الاكل كميات على قدنا احنا. وكرد فعل لتلك السلوكيات طالب العديد من العاملين بمدينه شرم الشيخ بتوقيف الحملات الدعائيه الى تشجيع السياحه الداخليه بالمدينه والتي تقودها وزارة السياحة منذ أزمة الطائرة الروسية، مؤكدين أن المصريين الذين يأتون إليهم لا يلتزمون بأي قواعد للسياحة كالحفاظ على البيئة ونظافتها وعدم إزعاج الآخرين من رواد المصيف. محتاجين بس مجرد وقت، والسلوكيات لازم تتغير لأن الشكل بتاعنا قدام الأجانب مش ظريف خالص. طبعا في سلوكيات كتيره بتبدا مع من ساعه التسكين لحد التشيك اوت لحد المغادره، بتبدا مع الغرف، بتبدا مع المطاعم، بتبدا مع البراد، بتبدا مع كذا حته، ومواقف كتير جدا بتحصل يوميا، بس احنا مضطرين ان احنا نتعايش مع الوضع ده لحد ان شاء الله ربنا يسهل وتبقى السياحه تتعدل والدنيا ترجع تاني زي الاول. وده برده مش هيمنع ان السياحه الداخليه تفضل موجوده، لان هي ليها عامل كبير جدا وشير كبير جدا في الماركت وفي السوق اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. نتمنى بس من ربنا ان سلوكيات الناس تتغير وتتغير، وتحاول انها تفهم ان السياحه مش بالوضع ده خالص. طيب نشوف تاني هقول بلاش نهين الناس، لان بعض التعليقات المنتشرة بشكل كبير بتتعمد الإهانة وبتركز على بعض المشاهد. صحيح هي مشاهد لا تليق بالمكان، ومشاهد ممكن انها تنفر القلة من السياح الموجودين، لكن ما زي ما قلت لكم المجتمع مسؤول عن جزء كبير من هذه السلوكيات. وتعالوا نتحاور مع الناس دون إشعارهم، أصل السلوكيات مرتبطة آسف بالفقر والغنى، ده ليس صحيحا. لسه بقول لكم، كم من سيارات فارهة بنجد أصحابها يلقون بالزبالة اللي واخدينها وهم نازلين في الشوارع، وده هنا ملوش علاقة بقى بالغنى والفقر. تعالوا نتكلم مع الناس وننصحهم دون إهانتهم ودون التهكم عليهم. قواعد بسيطة جدا. صحيح يعني الناس مع الأوبن بوفيه ممكن إنها يبقى الأكل بالشكل اللي احنا بنشوفه، فبيشكو أصحاب بنصائح بسيطة وبكلام مع الناس ممكن المسألة تنتهي. كمان البحر والمية، نفهم الناس بعض الحاجات بهدوء شديد وبالإقناع
لكن حالة الاستخفاف بالناس المنتشرة بشكل كبير ممكن تجيب نتيجة عكسية. بتركز على الإهانة، وتعالوا اضحك مع هذه الصور. هو أنا مش عاوز اضحك، ده هي تبكي. أولا تبكيك على هذه الأماكن هي لجذب السياحة الأجنبية أكثر من السياحة الداخلية، على اعتبار هي مصدر دخلنا جميعا يعني. وتبكيك كمان لما تشوف بعض هذه المشاهد كمان بتقضي على الصورة الجميلة في هذا المكان. تعالوا نتكلم مع الناس بهدوء وبإقناع.